هنا يتكلم الملحد يجيب بأنه حصلت تفاعلات أنتجت خلايا اجتمعت فتكونت بعد الانفجار بهذا النظام البديع في كل شيء. وإذا سئلوا كيف حصل هذا الاجتماع للخلايا وكيف وجدت الحياة من الجماد، كان الجواب حدث هذا تلقائية وصدفة. الصدفة يا أيها الكرام هي عند الملاحدة في حقيقتها رب العالمين المكون لهذا الكون، لأن كل الظواهر عندهم تتعلق بها. بالصدفة وجدت السماء، وجد الغلاف الجوي، وجد الضغط الجوي، وجدت الغازات، وجدت السحب، وجدت أرض قابلة للحياة، وجدت الأنهار، وجدت البحار، وجدت الأسماك، وجد الإنسان، ووجدت أعضاء مناسبة لاحتياجاته، وجد سمع، وجد بصر، وجد قلب يدق، وجد كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء بأعداد متناسبة، وفوق هذا وجد العقل والأحاسيس. كل هذا حصل عند الملاحدة صدفة. دعونا يا أيها الأحبة الكرام ننظر في قانون الصدفة هذا، وهل يمكن أن توجد الصدفة حقائق منتظمة أم لا؟ لو قدرنا أننا وضعنا 10 قرود في غرفة محكمة الإغلاق وأعطيناهم كل ما يحتاجون من طعام وشراب وتركناهم إلى أن يموتوا أمام آلات كتابة، ثم جئنا وفتحنا الباب فوجدنا أمام كل لوحة من لوحات المفاتيح أو كل آلة كاتبة قصيدة غزلية رائقة تنافس قصائد كبار الشعراء، أو دعونا نقول إننا نضع هذه الآلة الكاتبة أمام طفل يعبث بها ثم ننظر في النتيجة، وإذا بنا نجد نظرية نفسية محكمة، أو دعونا نجمع حروفا في صندوق ثم نرجه رجا كثيرا ونفتحه، هل تصدقون أننا إذا فتحناها سنجد خطبة حماسية عظيمة؟ أو دعونا نرمي حجارة خلف ظهورنا واحدة تلو الأخرى، ثم نلتفت وإذا بنا نفاجأ بوجود بيت جميل. إن هذا كله قد حدث يا أيها الأحبة صدفة. هل هذا معقول؟ هنا أقف وقفة لأقول وجدت أحد الملاحدة وهو إسماعيل أدهم الذي هلك سنة 400 و900 بعد الألف من الميلاد، ألف كتابا هذا الرجل اسمه لماذا أنا ملحد، وقرر قانون الصدفة بقوة. يقول في هذا الكتاب ومثل العالم في ذلك مثل مطبعة فيها من كل نوع من الحروف الأبجدية 1,000,000 حرف، وقد أخذت هذه الحروف في الحركة والاصطدام فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل هكذا في دورة لا نهائية، فلا شك أنه في دورة من هذه الدورات اللانهائية لا بد أن يخرج هذا المقال الذي تلوته الآن، كما أنه في دورة أخرى من الدورات اللانهائية لا بد أن يخرج كتاب أصل الأنواع الذي ألفه دارون، وكذا القرآن في زعمه أنه يمكن مع هذا الارتجاج لهذه الحروف سيخرج، يقول قرآن سيخرج وكذا القرآن مجموعا مضددا مصححا من نفسه. ويمكننا إذن أن نتصور أن جميع المؤلفات ستأخذ دورها في الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان في اللانهائية. هكذا ببساطة يمكن مع هذا الارتجاج لحروف المطبعة أن تخرج لنا جميع الكتب حتى القرآن العظيم. يا إخواني من الذي قال هذا الكلام؟ رجل مصاب في عقله، رجل معتوه، خريج كما يقال مستشفى المجانين؟ كلا.
دكتور إسماعيل أدهم كان آية في الذكاء، حاصل على الدكتوراه في الرياضيات، معه 8 لغات، ومع ذلك يقرر هذا الكلام الذي ينكره أي عاقل بل أي غبي. لكن إنه الإلحاد الذي يصير الإنسان أغبى المخلوقات على الإطلاق. ثم إنني أقول إن كلامه فقط كاف في نقض إلحاده من أصله، فإنه يقول إن هذه الحروف إذا تحركت واصطدمت فسوف تخرج كل تلك الكتب. حسنا، من الذي سيحركها؟ لا شك أنها تحتاج في بدائه العقول إلى محرك، وتحتاج إلى من يمدها بالحبر، وتحتاج إلى من يصف الأوراق ويرتبها حتى تأخذ كل صفحة عددا مماثلا من الأسطر للصفحات الأخرى، ثم إلى من يجلد هذه الكتب ويفصلها عن بعض. إذن لم تكن الصدفة وحدها كافية في خروج هذه الكتب، بل لا بد من قوة، ولا بد من إرادة، ولا بد من حكمة، يعني لا بد من فاعل قادر حكيم. ولذلك تأمل معي في المثال السابق مسألة رمي الحجارة، لو استبدلنا الحجارة ببيض مثلا، هل ستنتج أو هل سينتج رمينا تلك الغرفة؟ الجواب بالتأكيد لا. إذن لا بد من تصميم، ولا بد من حكمة. هكذا ذرات الكون إنما ضمت إلى بعضها بحكمة، بحيث أنها إذا اجتمعت بطريقة معينة كانت ذهبا، وإذا اجتمعت بطريقة معينة كانت ماء، وهكذا إلى آخر الأنواع. إذن المصادفة لا تكفي وحدها على التسليم بما قالوا، بل لا بد من حكمة، ولا بد من إرادة، ولا بد من تصميم. العقلاء جميعا متفقون على أن الصدفة لا تنتج نظاما، ولا يمكن أن تتكرر على نظام واحد، ولا يمكن أن تبرز فيها دائما مع التكرار آثار القصد. إذن بعيدا عن هذه التفسيرات الفلسفية الغبية، وأنا أقول غبية لأن الملحدة كما ذكرت أغبى الناس في أهم قضية، وإن كان قد يكون ذكيا في غيرها، ورحم الله الذهبي إذ قال في آخر ترجمة ابن الراوندي الملحد الذي كان غاية في الذكاء، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. أقول بعيدا عن هذه الفلسفات نجد القرآن قد أبان عن الحقيقة في كلمات قليلة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا ما فهمه أعرابي لم يحمل شهادة في الرياضيات، ولا درس نظريات نيتشه ولا فوازييه ولا داروين ولا غير هؤلاء، إنما نطقت فطرته السوية حيث قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ هذه الفطرة التي تدل على أن لكل حادث محدث، وعلى أن لكل مخلوق خالق. ولذلك أنت ترى الصبي الذي إذا ضرب خلسة التفت وصرخ وقال: من ضربني؟ وذلك لأنه مفطور على أن كل حادث لا بد له من محدث، مع أنه ما درس قاعدة أو نظرية السببية، لكنها الفطرة، فطرة الله التي خلق أو التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أما الملاحدة فأناس قد انتكست فطرتهم، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.